ما المقصود بتعجيل الفطر في رمضان؟ تعجيل الفطر أي المسارعة إلى الإفطار متى دخل وقت الفطر، ودخول وقت الفطر يكون بغروب قرص الشمس ورؤية سواد الليل وذهاب بياض النهار، رؤية سواد الليل من جهة المشرق وذهاب بياض النهار من جهة المغرب، فعندها أفطر الصائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم، أفطر الصائم. لكن من لم يكن مراقب فعليه أن يعتمد الأذان الذي في منطقته، فإما أن تراقب وإما أن تسأل من يراقب، وعندما لا يكون فالتزم بأذان البلدة الذي أنت تابع إليها، وبالتالي إياك أن تحدث بلبلة بأن تفطر أمام الناس أو ما شابه، بحجة أنك تراقب، فإن راقبت فأفطر لوحدك ولا تطلع الناس على فعلك فتسبب بلبلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.